مرحبا، صباح الخير او مساء الخير للجميع وين ما كنتوا باي بلد بالعالم. برنامج باقل من دقيقتين اليوم بدي فرجيكم منطقة الزعرور ومنطقة المروج وصولا لعند صنين. اول كافيه انا كتير بحبها بالمروج هي ستراند ريستو كافيه، كافيتيريا بتجنن كتير حلوة وقعدتها كمان روعة. إذا بتكملوا طلوع بيجيكم مطعم روتس كمان كتير طيب. من بعد روتس بخطوتين ثلاثة بيجيكم هون البيو أورجانيك يلي عنده منتجات طبيعية كمان كتير طيبين. بدي قلكم تعوا دوقوا بس وشوفوا التمر المحشي عندهم بالجوز باللوز، مزهر وموارد عندهم شي بجنن. وهيدا الطريق والمناظر الطبيعية الحلوة، ريحة الوزال عبكرة كتير قوية. الوزال هو هيدا الورد الأصفر. هون كمان زعرور فيو، كمان مطعم بعد ما جربته بدي اجي اجربه ان شاء الله قريبا. واخر الصيفية بيكون صار طول قد عرضي. هيدي وصلتي على صنين، وهيدا اوتيل مونتي صنين يلي هو من اجمل الاوتيلات يلي نزلت فيها. مع هالمنظر الحلو وصوت الضفادع والعصافير كون ختمت هالحلقة معكن مباشرة من صنين. وانطروني بحلقة تانية ضمن برنامج بأقل من دقيقتين.